ينظم المعهد الألماني للعلاقات الخارجية معرضا تشكيليا لعدد من الفنانين التونسيين في مدينة برلين في الفترة الممتدة بين 12 من أكتوبر وحتى 21 من ديسمبر المقبل. ويتضمن المعرض أعمالا فنية ل13 فنانا تونسيا لإطلاع الجمهور الألماني عن الواقع الفني في تونس. تنوعت الأعمال الفنية المشاركة في معرض المستقبل الوردي في برلين، لكنها اشتركت في تناولها لموضوع الثورة التونسية وواقع تونس بعد الثورة. سبعة صور من الأشعة للخبز والماء، لأنه في 14 جانفي في 2011 وقت اللي خرج الشعب التونسي أمام وزارة الداخلية، الجملة اللي عدناها برشا مرات هي خبز وماء وبن عليلي. التساؤل حول مسألة الهوية في تونس كان أيضا حاضرا في المعرض. إحدى الفنانات اختارت العمل على العلم التونسي من خلال تجريده من رمز النجمة والهلال، وذلك من أجل فتح نقاش جديد حول الهوية الحقيقية للمجتمع التونسي، خاصة في ظل المخاوف من تأثير التيار الإسلامي على المجتمع. فنان آخر اختار وعاء الطبخ السريع مادة لعمله الفني. هي الكوكوت هي مزعجة أحيانا، لكن هي مثل في صورة البلد، يعني أحيانا فيه علامات انفجار وعلامات هدوء. ويبقى معرض المستقبل الوردي مناسبة للزوار الألمان للاطلاع عن كثب على دور الفنانين في صنع مستقبل تونس ما بعد الثورة. وبهذه الأفكار الفنية نأتي إلى ختام هذه النشرة.